اليوم انت كمان عم تمثلي، رح تمثلي مع عابد فهد، كانه اليوم عم نشوف نادين نجيم انه بس عم تكون عم تلعب دور بطوله فقط مع ممثلين سوريين وليس ممثلين لبنانيين، ليه؟ لا ما انا مقصوده ابدا، مش مقصوده، ثاقبت صدقيني، يعني من الصدفه صارت هيك. انا بالنسبه لإلي ما عندي اي مشكله مع اي حدا، انا شغلتي اني اتاقلم مع النجم يلي مقابلي بغض النظر عن جنسيته، واني ادي العمل بشكل صح. مين الممثل اللبناني اليوم اللي بتحسي اذا وقفتي انت وياه بدور بطوله بتعملوا نفس الامباكت او اهم كل يعني نفس الصدى اللي عملتيه مع تيم او مع غيره؟ انا اذا بدي ارجع شوي لورا، انا اشتغلت مع النجم المصري احمد فهمي، الناس حبتنا كثير سوا، اشتغلت انا ويوسف الخال كمان، يعني اليوم العالم كمان حبتنا انا ويوسف كثير مش شوي، صح، وتعلقوا فينا وبعد في ناس بتطالب فينا. يعني في ممثل بتقولي ممكن بعد يعني بحب اني اشتغل معه ونعمل شيء مميز سوا؟ يعني في مثلا في عندك قصي خولي، بحس انه بنقدر نعمل شيء سوا. في بمصر مثلا احمد السقا، بحس كمان بقدر انا وياه اعمل كوبل كثير كثير حلو.